السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. مثل الإنجاز الكبير الذي حققته معركة طوفان الأقصى حالة إلهام غير مسبوقة للأمة العربية والإسلامية بإمكانيته هزيمة المشروع الصهيوني وإنهاء الاحتلال هناك. كان انفعال الشعوب العربية والإسلامية هائلا، فقد تعززت القناعات بخط المقاومة وبالمشروع الإسلامي لفلسطين، وتأكدت مركزية القدس في قلب الأمة كجامعة موحدة لشعوبها وتياراتها وأعراقها، وكموجهة لبوصلتها نحو عدوها المشترك، العدو الصهيوني المعادي لنهضتها ووحدتها، وكرافعة كذلك لمن يرفع شأنها ويعمل لأجلها، وخافضة فاضحة لمن يقصر في حقها ويتعامل مع عدوها. وضربت هذه المعركة مشروع التطبيع، وأثبتت أنه لا يمكن تجاوز شعب فلسطين، ولا يمكن تهميش قضية فلسطين، ولا إغلاق ملفها حسب الرؤية الصهيونية. لكن السؤال يتجدد، طالما أننا نتكلم عن فلسطين والأمة مع استمرار هذه المعركة التي تدخل يومها 14 بعد 100، الأمة وغزة، هل تنتقل الأمة من الانفعال الموسمي إلى العمل المنهجي؟ هذا هو موضوع نقاشنا في هذا اليوم، وتحديدا تحت عنوان لن نترك غزة وحدها، حملة من حملات كثيرة أطلقت من أجل المعركة ومن أجل غزة وفلسطين، لكن هل تنتقل من الشعار إلى الفعل المؤثر؟ هذا ما نناقشه مع ضيفينا في الأستوديو. معي الدكتور محمد العزامي، الباحث في الشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم وحياكم الله. كما يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمود الشجراوي، أيضا الخبير في الشأن المقدسي وأيضا الباحث في الشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور محمود. حياكم الله دكتور، مرحبا بك وبك الكريم. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور محمد. هنا دائما ما نتساءل عن دور الأمة في هذه المعركة، ولا بد أن تكون الأمة قد أجابت على عشرات الأسئلة طيلة هذه الحرب، طيلة 7 شهور الماضية. لكن كيف يمكن تقييم يعني انخراط الأمة ومشاركتها في هذه المعركة، والتي واحدة من أهم المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني حتى الآن؟ الحمد لله رب العالمين. في البداية الرحمة لشهدائنا، شهداء فلسطين، شهداء الأمة، ولشهداء معركة طوفان الأقصى، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لشعبنا الفلسطيني، والاستقلال لدولته الفلسطينية المستقلة. فيما يتعلق بالأمة ومستوى نهوض الأمة وتفاعل الأمة العربية والإسلامية كأمم وكشعوب مع معركة طوفان الأقصى، لاحظنا أنها تأرجحت في البدايات، ثم بعد ذلك تراخت في بعض المحطات، ثم عادت من خلال الحملات التي تدعو إليها كثير من الهيئات، المؤسسات وغيرها من الجمعيات المهتمة بهذا الشأن. لكن أمام هذه التضحيات ومهما بلغت الإنجازات وحالات التضامن، يبقى القصور يعتري هذه الدول والأنظمة والشعوب والأمة بشكل كامل، لأننا نقف وقفة إجلال وإكبار أمام هذه التضحيات، لأن أهل غزة برجالها، بشيوخها، بنسائها، بأطفالها، قدموا، وبمقاومتها قبل كل شيء قدموا واجبهم، قدموا ما عليهم. لكن هل الأمة قدمت كل إمكانياتها؟ قدمت الأمة بشعوبها من الباب التضامني والمظاهرات والمسيرات والهاشتاجات في الإنترنت وغيره من وسائل السوشيال ميديا، قدمت الكثير، ولكن المطلوب المزيد ليرتقي ما قدمته الأمة لمستوى هذه المعركة. الأمة بكل دولها دون تفصيل، دول العربية والإسلامية، انتفضت وقامت وأنفقت في كثير من المجالات في الجانب الإنساني والإغاثي والتضامني، لكن ما دامت الحرب مشتعلة وما دام القتل والأشلاء والدماء لا زالت في أطفال وشيوخ ونساء غزة، فنحن نعترف بالتقصير رغم كل هذه الحملات، لأننا لم نرتقي إلى مستوى هذه المعركة. فالمطلوب الاستمرار والمزيد من التصعيد في هذه الحملات على كل المستويات، أطباء، مهندسين، علماء، مؤثرين، مفكرين، دعاة، تربويين، طلاب جامعات. أم إن طلاب الغرب في أمريكا وأوروبا هم خير من طلاب الأمة العربية؟ كلا، بل طلابنا لابد أن يستمروا في نهضتهم في عدد من الجامعات التي بدأت لها حراكات وأصبحت مؤثرة وضاغطة، أن تزيد وأن تستمر وأن تشتعل حتى تقف هذه الحرب الهمجية الإجرامية على شعبنا الفلسطيني. نعم تمام. دكتور محمود، في بداية هذه المعركة كثيرا ما كان يطرح سؤال عن المسافة
التي كانت بين فلسطين وقطاع غزة تحديدا، وهذه المعركة التي انطلقت بهذا الشكل العظيم والعبور المجيد في 7 من أكتوبر 2023، وبين انخراط الأمة التي بدأت في الأسابيع الأولى أو الأيام الأولى يعني مشدوها مما يحدث وتحاول استيعاب ما جرى، وعندما تحركت كان تحركها بطيئا. ونحن عندما نتكلم حتى نكون مهنيين عن أمة، نحن نتكلم عن أمة عربية وإسلامية بمئات الملايين، وبالتالي ليس من الحكمة تعميم ما نقوله، ولكن نحاول رصد هذه المحطات لمعرفة أين يكمن الخلل وكيف يمكن تجاوز هذا الخلل، بمعنى أن يكون هناك على الأقل للشرائح المؤثرة كما تفضل الدكتور محمد في الأستوديو، أنه يعني في مسألة الطلاب مثلا، الطلاب في أمريكا والغرب سبقوا طلاب الشرق والعالم العربي والإسلامي خطوات في هذا المجال بفعل وجود حرية وديمقراطية وما إلى ذلك. لكن هل يمكن بالفعل اليوم نتحدث عن أمة منخرطة بشكل أو بآخر بمختلف قطاعاتها في موضوع الطوفان؟ نحن لا نتحدث عن الأنظمة بطبيعة الحال، نتحدث عن الشعوب العربية والإسلامية تحديدا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. حقيقة لا، قد أختلف معك يا دكتور يونس ومع ضيفك الكريم في أن هذه الأمة أنا أراها غير منخرطة إطلاقا في هذا الطوفان بشكل عام، وإن كان يمكن أن نستثني بعض الفئات أو بعض الشخصيات أو بعض الهيئات، لكن معركة بحجم طوفان الأقصى لم يعني ليست لساعات وليست لأيام، نحن اليوم تجاوزنا 7 أشهر، اليوم 214 من هذه المعركة، هذا يعني أن الفرصة كانت متاحة أكثر من 200 مرة لكل شخص في هذه الأمة أن يحسم أمره، أن يختار الطريقة التي يكون فيها مشتبكا وأن يكون جزءا من هذه المعركة. واضح أن الأمة خذلت حقيقة، خذلت هذا الطوفان العظيم، حتى أننا بتنا نرفع القبعات ونحيي الانتفاضات الطلابية ومخيمات الاعتصام الطلابية الموجودة في عدد كبير جدا من دول العالم، حتى بات المتابع والباحث لا يستطيع أن يحفظ حتى أسماء الجامعات التي زادت على 100، وكل يوم في جامعات جديدة تدخل، حتى أنا بت متأكدا أن المدارس الثانوية أيضا ستدخل، النقابات المهنية أيضا ستدخل، ولكن في العالم الذي نتكلم عنه العالم الحر، أي عالم لديه نوع من الحرية هو يقف يتكلم يأخذ مواقف حقيقية. أما للأسف حقيقة ما نسميه بالعالم العربي والإسلامي هو عالم غير موجود على خريطة الطوفان أصلا حقيقة. هذا العالم حتى اليوم ليس مطلوبا منه التضامن، من قال أنني أنا أرضى من شعب الفلسطيني في الضفة الغربية وال48 أن يكون متضامنا مع غزة؟ من قال أنني أنا أطالب الشعب الأردني ولا المصري ولا اللبناني ولا السوري ولا كل الشعوب العربية المحيطة بدولة الاحتلال بدولة فلسطين المحتلة، من قال أننا نرجو منهم تضامنا؟ هذا التضامن مقبول من طلاب الجامعات في أمريكا، في كندا، في بريطانيا، في فرنسا، في بلجيكا كما حدث اليوم، نعم. أما في الدول العربية فالمطلوب جهاد بالنفس، المطلوب جهاد بالمال، المطلوب جهاد باللسان، التقصير عام. لا يمكننا أن نقول أن فئة يعني هناك فئة معينة كان تقصيرها أكثر من الآخر، التقصير عام، كلنا مقصرون، كلنا آثمون، وما يحدث في قطاع غزة لم يترك مجالا لأحد أن يبرئ نفسه أو أن يخدر نفسه أنني دعوت الله أو أنني تابعت الأخبار. هذه ليس هذا المطلوب من المسلم بالذات إن كان محيطا، نتكلم عن المحيط المباشر بقطاع غزة، نتكلم عن الضفة الغربية 3 مليون فلسطيني، نتكلم عن أهلنا في 48 2 مليون فلسطيني، ماذا يفعلون في 214 يوم؟ حقيقة الوضع الأسوأ هو في فلسطين، يعني أهلنا 5 مليون فلسطيني الموجودين في الضفة الغربية وفي 48 هم الأكثر تقصيرا فيما يجري في طوفان الأقصى. ثم في الدرجة الثانية شعبنا الأردني اللي فيه حوالي 5 مليون فلسطيني آخرين، شعبنا العظيم في مصر، كنا نبقى نقول وسنظل نقول شعب مصر العظيم، أيعقل أن يكون نظاما ظالما قد حيد شعبا بحجم وتاريخ شعب مصر العظيم أن ينجد غزة أو أن ينقذ غزة وأن يدخل أو أن يحافظ حتى على سيادته؟ رأينا أمس الدبابات الإسرائيلية تسرح وتمرح في محور فيلادلفيا.
وهو سؤال من الأسئلة المطروحة دكتور، ابقى معي رجاء. دكتور محمد، كنت في المقدمة قد طرحت سؤالا عن انتقاد الأمة من الانفعال الموسمي إلى العمل المنهجي، يعني ما حصل في فلسطين في سواء في هذه المعركة الكبيرة المباركة أو حتى في المعارك والحروب السابقة خلال السنوات الماضية، هو أن هناك عمل منهجي منظم جاء في النتيجة بالطوفان، وهذا كان العمل طيلة استغرق سنوات طويلة وعقود من العمل الجاد والمثابر والتضحيات. اليوم الأمة حتى تنتقل إلى هذا المربع العمل المنهجي المثمر المؤثر لابد أن تخطط طرقا يعني معروفة، وبالتالي لماذا لم تنخرط قطاعات الأمة المختلفة خاصة القطاعات الحية فيها في هذا الجانب، سواء نقابات سواء علماء طلاب اتحادات، أسماء كثيرة جدا في العالم العربي، أحزاب وحركات كثيرة جدا أيضا سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، أحزاب قومية وعلمانية، لماذا لم تفعل ذلك؟ أين وجه التقصير في الموضوع؟ يعني في تقديري أن العمل المنظم والعمل الذي له خطط هو العمل الذي ينجح، ولا بأس أن نتعلم حتى من الغرب أو حتى من عدونا. لو رأينا كيف يتعامل عدونا في التخطيط، في التخطيط لكل معركة، في التخطيط قبل التنفيذ بنفس طويل، وكيف كان صمود أهل غزة، وكما تفضلتم كيف كان التخطيط للطوفان، وكيف كانت صمود شعبنا الفلسطيني، وكيف كان أداؤه في غزة أداء منظما. أنا أعتقد أنه بعض الحسابات، هذه الحسابات التي قد تكون متعلقة أولا بتقييد الحريات، فكما نعلم شعوبنا العربية والإسلامية تحت أنظمة ليست أنظمة أوروبا ولا أمريكا رغم كفرها، إلا أننا نعلم المقولة الشهيرة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فقد يكون هذا جانب من الجوانب، لكن لا أضعه كمبرر من مبررات عدم التنظيم، لأن لدينا الكثير من الهيئات، الكثير من المنظمات، الكثير من المؤسسات والأحزاب، منها العربية القومية، منها الإسلامية المنتشرة في كل دولنا العربية والإسلامية، ربما لم تفت الفرصة بعد، لا زالت الفرصة قائمة. وكما تفضلتم نحن في اليوم 14 بعد 200 لهذه المعركة الشرسة ولهذا الصمود القوي ولهذه المقاومة الباسلة ولهذا العدوان المجرم من طرف الاحتلال الصهيوني، كل هذا يدعونا إلى أن نراجع حساباتنا، فنحن بحاجة إلى أن تنتفض وأن نحرك المياه الراكدة. وأنا كما تفضل الضيف الدكتور محمود الشجراوي أننا بحاجة إلى أن نبني على ما هو موجود، أن نبقى مستمرين في هذا الوضع الموجود هذا لن يجدي نفعا. هناك تقصير وذكرناه في بداية الحلقة أن هناك تقصير شامل، لكن كيف نحول هذا التقصير إلى أن نبني عليه لنحسن من الأداء؟ هناك بعض الأداء الموجود على مستوى بعض الجامعات والطلاب في دول عربية بدأ يتحرك، وإن كان الغرب هو الذي سبق في هذا الميدان. هناك بعض الحركات العلمائية والدعوية والفكرية، هناك بعض الحركات الإعلامية في منصات السوشيال ميديا، هناك بعض التظاهرات الموجودة. نريد أن تتوحد هذه الجهود وأن تكون بشكل منظم حتى تؤتي أكلها بشكل أكبر، وهذا ما نسعى إليه من عدد من الحملات الموجودة، مثل حملة لن نترك غزة وحدها. تهدف هذه الحملة إلى أن نوحد هذه الجهود. الخطوة الأولى في تقديري أن نشعر أننا نحن الذين في المعركة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن لا نتحدث عن شكوى في عضو من أعضاء الأمة ولا عن حرارة وحمى، نحن نتحدث عن إبادة جماعية، نحن نتحدث عن وضع عسكري ميداني وإنساني صعب للغاية. قبل أيام في متابعتنا الإنسانية في رفح، ونعلم أن الأجواء في رفح أجواء رياح خمسينية ودرجة الحرارة تجاوزت 40، طفلان أحدهما 4 أشهر والآخر 5 أشهر ماتوا بسبب الحر، عمرهم 4 أشهر. هذا يعني أنهم الحر لها 7 أشهر، ولدوا في الحرب وماتوا في الحرب بسبب الحر. هناك حالة من الإغاثة وإن كانت ضعيفة لكنها مستمرة، كيف في هذا الجانب نحاول أن نعزز ما هو موجود وأن ننميه وأن نعممه بشكل أوسع؟ إذا أحتاج إلى أن أطرح لك سؤال، عندما تقولون في الحملة مثلا لن نترك غزة وحدها، ما هي أنواع نوع الأنشطة فعلا المؤثرة التي
يكون لها فعلا رصيد وسهم في تغيير مجريات الأمور في الداخل وخاصة في قطاع غزة. ولكن بعد أن أنتقل للدكتور محمود، دكتور محمود، الشعارات قوية وجميلة جدا، وهي تنم عن رغبة وعن حب وعن انتماء من الأمة ومن الشعوب تجاه فلسطين، ولا نشك في ذلك قيد أنملة لا سمح الله. ولكن كما قلنا في البداية، نحتاج أن تنتقل من الشعار إلى التطبيق العملي، إلى الفعل المؤثر، وهذا الفعل هو الذي يؤثر في الاحتلال بالمناسبة. يعني بمعنى، إذا خرجت مسيرات فإن الاحتلال يرصد كل شيء في العالم العربي والإسلامي، عدد المنتفضين في المسيرات، الأماكن التي خرجوا فيها، هل توجهوا إلى السفارات الإسرائيلية، هذا كله مؤثر. وبالتالي عندما نتحدث عن فعاليات وأنشطة لابد أن تكون على هذا الخط، وإلا فإنها ستكون من باب التفريغ الجمعي لأبناء الأمة بشكل أو بآخر. كيف ننتقل إلى مربع التأثير دكتور من خلال متابعتكم الحثيثة طيلة الشهور السبعة الماضية؟ يعني أنا أستأذن منك دقيقة أن أقف عند كلمة الشعار لن نترك غزة وحدها. هذه كلمة راقية صدرت عن الشهيد الرئيس محمد مرسي رحمه الله في عام 2012، تحديدا يوم 15/11/2012 صدرت هذه الصيحة من ذلك الرئيس الشهيد، الرئيس العربي الوحيد المنتخب في ذلك الوقت، الذي قال لن نترك غزة وحدها، وكان صادقا في ذلك، إذ أنه وجه رئيس الوزراء المصري في ثاني يوم إلى قطاع غزة، مصطحبا معه وزير الصحة المصري، ومصطحبا معه طواقم جراحين وأطباء وممرضين، ودماء مصرية شغل 3 أو 4 مستشفيات ميدانية في منطقة رفح، و3 أو 4 مستشفيات منها مجمع الشفاء وكمال عدوان والمعمداني أيضا، كلها اشتغلت بأيدي مصرية وبدماء مصرية. كان ذلك في معركة حجارة السجيل. نعم، حجارة السجيل، نعم، في عام 2014 التي لم تدوم. نعم. دكتور يونس، إلا 8 أيام بعد أن قال قائد مسلم واحد لن نترك غزة وحدها، فورا الاحتلال ضرب أخماسه بأسداسه وتوقفت المعركة خلال 8 أيام فقط. اليوم واضح أن هذا العدو الصهيوني قد أخذ ضوءا أخضرا من كثير من الأنظمة العربية، التي لو قالت لن نترك غزة وحدها ما كانت هذه المعركة ستستمر شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، بل وزادت عن 7 أشهر الآن، ودخلنا في 214 يوم. واضح أن هذا العدو الصهيوني قد أخذ الضوء الأخضر من اليد التي ترتفع بالفيتو الأمريكي الذي يؤخذ قراره في تل أبيب. واضح أن هذا الفيتو الأمريكي لا يؤخذ في البيت الأبيض أو في واشنطن، القرار إسرائيلي الذي يرفع اليد الأمريكية ويقول فيتو ويحمي دولة الاحتلال، رغم ارتكابها الآن منظمات العالم الحر صنفت جرائم الحرب ب68 جريمة كلها ارتكبت في قطاع غزة. يعني حسب تقرير الأورو متوسط الأخير، أنه رصد أكثر من 68 نوع من جرائم الحرب ارتكبت في قطاع غزة، ولا مجيب ولا متحرك. هذا الأمر حقيقة يضع الأمتين العربية والإسلامية، يضع العالم الحر، يضع ما يسمونه بمنظمات العالم الأول أو المنظمات الدولية، الصحة ومحكمة العدل الدولية ولا محاكم العدل الدولية، كلها أصبحت محاكم لا عدل ولا يحزنون. ولذلك حقيقة هذا يجعلنا نعيد النظر في كل هذه المؤسسات وهذه الانحراكات، ولكنه أيضا يضيف علينا مسؤولية أخرى، أننا لابد أن نتحرك كل على قدر وسعه. رحم الله الشهيد محمد مرسي الذي أطلق هذه الصيحة، ونتمنى أن نسمعها اليوم إن لم يكن من زعيم عربي، أن نسمعها من علماء الأمة، أن نسمعها من نخب الأمة، أن نسمعها من جنود الأمة وعسكر هذه الأمة. وحقيقة أن هذا العدو الصهيوني يحسب الحساب لمن يقول كلمة الحق. هؤلاء الدول المحيطة الآن بفلسطين الذين لم يسعوا سعي الشهيد محمد مرسي، وتربطهم معاهدات التطبيع والتركيع والتطويع التي وقعوها مع دولة الاحتلال، دولة الاحتلال لا تقيم لهذه الاتفاقيات شيئا. وما رأيناه من اقتحام لمعبر رفح واحتلال لفيلادلفيا أيضا، لمحور فيلادلفيا، دليل على عدم احترام لا كامب ديفيد ولا غير كامب ديفيد. وبالمناسبة بالأمس كانت الشاحنات الأردنية تم الإساءة لها
وتدمير بعض الشاحنات الأردنية المتوجهة إلى شمال غزة عبر دولة الاحتلال، يعني تحت اتفاقية وادي عربة، فقام اليهود بإيقافها، أهالي المحتجزين ولا المختطفين والصهيونية الدينية كذلك، وقاموا بتخريب وتدمير عدد ليس قليل من الشاحنات، وهذا فيه اعتداء أيضا إن كان هنالك سيادة مصرية ولا سيادة أردنية، لكن لا حياة لمن تنادي حقيقة، أن الواقع مر والحقيقة مرة، وكل الشعارات التي سمعناها من النخب والقادة يعني شعارات فارغة، نحتاج حقيقة أن نرى تحركا حقيقيا من الشارع الذي سبق له أن غير أنظمة، سبق له أن عشنا ربيعا عربيا، واضح أننا الآن نعيش ربيع عالمي. هذا الربيع العالمي بدأ يضرب في واشنطن مرة، وفي بريطانيا مرة، وفي فرنسا مرة. هؤلاء الطلاب الآن يهزون عروش بالمناسبة. الأمر ما يحدث في العالم الآن ليس سهلا، في هنالك تغيير حقيقي في معركة الوعي حدث بطوفان الأقصى، هنالك معركة طوفان للوعي الآن في العالم، وينبغي أن يكون لنا دور في الإعلاميين، المتحدثين، العلماء، النخب، كلنا ينبغي أن يكون لنا دور في معركة طوفان الوعي الذي يجتاح العالم الآن، يعني تحت خطى وضربات المقاومة في طوفان الأقصى، وتحت صبر وصمود أهلنا، صمد الخشب تحت المناشير، ما زلنا يعني لم نستفد من الواقع الحقيقي في إسقاط الرواية الإسرائيلية، أن يكون لنا جهد في ذلك. هي سقطت في العالم نعم، لكن ليس بفعلنا نحن، سقطت بفعل العالم الحر الذي يبحث عن الحقيقة. وهذه صراحة مرة دكتور، في معركة الوعي نعم، لكن ليس بفعلنا نحن، بل للأسف بفعل العالم الحر نفسه. هنالك أحرار في العالم الآن يقولون كلمة الحق، هنالك اعتقالات تحدث لطلاب ولمعلمين ومدرسين وأكاديميين في العالم، كان ينبغي أن تكون هذه المواقف نحن المسلمين والعرب أولى بها من اللي احنا بنسميهم كفار. هؤلاء الآن يقفون مواقف والله مشرفة، مواقف إنسانية، مواقف حرة، مواقف عظيمة، يغيرون في معركة الوعي. هنالك انتقال عجيب حقيقة في معركة الرواية الإسرائيلية التي بذلوا مليارات الدولارات في إيصالها والسيطرة على وسائل الإعلام العالمية، فإذا بالشباب دكتور اليوم أرجو أن تبقى معي، وهو سؤال من الأسئلة المطروحة دكتور، ابقى معي رجاء. دكتور محمد، طرح هذا السؤال سابقا، يعني مسألة تحرير فلسطين من أين تبدأ، وهل الشعب الفلسطيني وحده يستطيع أن يحررها أو يقود هذه المعركة؟ ويبدو أنه في هذه المعركة فعليا الشعب الفلسطيني قال باختصار أنه نحن لا ننوب عن الأمة في هذه المعركة، إنما نتقدم الأمة، ويجب أن تكون الأمة رديفة وداعمة ومساندة لنا في هذه المعركة. لكن كيف؟ هذا هو السؤال المطروح اللي من 7 شهور نحاول الإجابة عنه. كيف تكون الأمة رديفة حقيقية كما تفضل الدكتور محمود في صراحته يعني قبل قليل عندما قال أنه لا ترتقي إلى المستوى المطلوب؟ هل يمكن بالفعل كما تفضلت حضرتك الآن أنه ما زال الوقت متاحا، ما زالت المعركة مفتوحة ولم تنتهي بعد، وحتى معركة الشعب الفلسطيني بشكل عام وخاصة في قطاع غزة ستستمر شهورا وسنوات بعد انتهاء المعركة العسكرية؟ نعم، نبدأ من حيث أسباب الطوفان. السبب الأول والرئيس الذي أعلنته المقاومة، أعلن الشعب الفلسطيني بشكل واضح أنها جاءت دفاعا عن المقدسات، عن المسجد الأقصى، ثم الأسرى، ثم الشعب الفلسطيني وحريته، ثم الاستيطان ومشاكله التي تأكل الضفة الغربية، ثم التهويد الذي يأكل المقدسات في مدينة القدس الشريف. إذن هذا هو الهدف الأول عن المقدسات. هل هذه المقدسات المسجد الأقصى المبارك وأكناف بيت المقدس الذي فيه آيات والذي هو عقيدة عند المسلمين، هل هو خاص بالعرب أو بالفلسطينيين أم إنه عام للمسلمين جميعا؟ إذن هي معركة الأمة جمعاء. أنا في اعتقادي أن هذه المعركة إذا طالت طولا فاحشا أكثر من ذلك فإن مشاركة الأمة لن تكفي من خلال الإمداد بالنصرة والمظاهرات والتأييد والدعم الإنساني والإغاثي والمالي، بل
إما إن طالت هذه المعركة ستكون مشاركة فعلية، ويجب على الطوفان أن يتحول إلى طوفان بشري من شعوبنا الصادقة والذين يسألون. ونرى في السوشيال ميديا كيف نصل إلى غزة، هناك في الأمة صادقون يريدون أن يصلوا إلى غزة، فإذا طالت الحرب أكثر من ذلك فقد تكون هي الحرب المفتوحة حتى التحرير، وإذا انتهت هذه الحرب قريبا فإن الجولة القادمة في تقديري والمعركة التالية التي تلي طوفان الأقصى ستكون معركة التحرير، وستكون مشاركة الأمة ليس فقط عن بعد من خلال الدعم الإعلامي والتضامني والمظاهرات والإنفاق، بل سيكون مشاركة حقيقية. لن نترك غزة وحدها، لماذا كانت مؤثرة في عام 2012 في معركة السجيل؟ لأنها وإن كانت من فرد إلا أنه فرد نوعي، فهنا لابد أن نعمل على النوعيين، المفكرين، العلماء، الدعاة، هؤلاء الذين لهم تأثير شامل، حتى الحكام الذين فيهم الخير وحب فلسطين، وهذا يبنى عليه في بعض المواقف من بعض الدول العربية والإسلامية التي كانت بعضها لم يكن على المستوى المطلوب وإن كانت جيدة، وبعضها كان دورا متقدما. هذه الجهود كلها يجب أن تتضافر. إذن هذه الحملة لها عدة مسارات. المسار الأول هو المسار الفردي، أن كل فرد في هذه الأمة ينبغي أن يكون له دور وأن يعرف دوره جيدا وأن يقوم به على أكمل وجه فيما يتعلق به من حيث الإنفاق، الدعاء، التضامن، المتابعة، العمل بكل ما أوتي من قوة. ثم المستوى الأسري، أنت في بيتك مع أولادك، هذا الجيل الذي سيكون مشاركا في التحرير، وجيلنا أيضا الكبير سيكون بإذن الله عز وجل موجودا في هذا التحرير القريب، فعلى المستوى الأسري والعائلي. ثم ننتقل بعد ذلك على مستوى الحملات، المؤسسات، الجماعات، التيارات الضاغطة، هذا كله له أثر. فإذا اجتمعت هذه الجهود الفردية والعائلية وكذلك الجماعية الدولية الإقليمية والمؤسساتية، هذا كله سيؤثر عاملا ضاغطا على المحتل. كما ذكرتم سابقا أن هذه المظاهرات وهذه المسيرات ما لم تشكل عائقا وضغطا كبيرا على العدو ومن يدعمه فهذا هباء منثورا. لذلك الدعوات هي العمل على في الدول الأوروبية والأمريكية، العمل على محاصرة سفارات العدو. الأمر الثاني، الأمريكي هو شريك وليس داعم فقط، هو شريك في هذه المعركة، ونحن شاهدنا أن الطائرات الأمريكية البريطانية والألمانية وعدد من الدول الغربية كانت مشاركة بالبريطانية أيضا في التجسس وفي هذه المعركة والإمداد بالسلاح والمشاركة الفعلية. فما لم يكن هناك ضغط على هذه السفارات، على رأسها السفارة الأمريكية، فهذا سيشكل حالة من الأريحية في عمل الأمريكان. ما شاهدناه الآن في بعض الدول من مظاهرات أمام السفارات وبالتالي المظاهرات في الجامعات، هذا شكل ضغطا بل أحرج حقوق الإنسان والديمقراطية الأمريكية والأوروبية وجعلها على المحك، وهذا الذي قد يشكل فارقا. وإحنا تابعنا ربما كيف كان المظاهرات والمسيرات في فترة حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وكيف كانت النتيجة، وإن كانت متأخرة، الفصل العنصري من الخمسينات والستينات وبدأت المظاهرات، لكن النتيجة كانت في السبعينات، كان لها أثر مباشر في حرب فيتنام، كان لها أثر ربما أسرع. إذن هذا العمل المتكامل سواء من الذين لديهم إنسانية وحق ويؤمنون بحق الفلسطيني بالعيش مثل العالم جميعا، هذا يبنى عليه ويعمل به، وكذلك أمتنا، وهذا هو الأساس، أمتنا العربية والإسلامية إذا لم يتقدمها القدوة، وهنا مشكلة في أن الشعوب أحيانا تحاول أن تبادر، لكن ليس كل الأفراد مهندسين ولديهم مبادرات ويستطيع أن يعمل بفرده، لابد له من موجه. لذلك نفتقد إلى أن تقوى هذا الأثر وأن تكون هذه القدوات بالفعل عملية في المقدمة. ولذلك ضمن هذه الحملة سيكون مؤتمرا صحفيا يشارك فيه عدد من المفكرين التربويين وعلماء الدين هنا في إسطنبول، سيكون هذا المؤتمر ونشكل فيه نواة قدوة، إذا تقدم العلماء فإن الأمة من بعدها تسير. نعم. طيب دكتور محمود، أيضا من ضمن النقاط أنه هذه المعركة التي نتساءل فيها عن دور الأمة، في الحقيقة هي كانت ذات سقف مرتفع جدا، معركة مرتفعة السقف تخطيطا أداء وصمودا مبهرا حتى هذه اللحظة، وتصدي ودفاع مستميت وعدم يعني استسلام أو تراجع رغم كل هذه الأثمان التي دفعها الشعب الفلسطيني، وهذا جعل الاحتلال ينكشف على حقيقته، إنه هذا الرضيع الذي لا يكبر بالمناسبة من
من 76 سنة، وهو رضيع يرضع من الأم الأمريكية الرؤوم. وفي المقابل نحن أيضا كأمة عربية وإسلامية، سواء من ناحية الأنظمة والحكام والحكومات والشعوب، إذا سألت باحثا فلسطينيا وأنت من أبرزهم، سيقول لك كيف كانت الأمة دائما بأي سقف اشتغلت أو عملت مع فلسطين، سواء من ناحية الأنظمة والحكومات أو من ناحية الشعوب. لماذا لم نستطع طيلة هذه العقود السبعة أو الثمانية الماضية أن نصعد من هذا العمل وأن نرتقي به إلى عمل منظم وليس إلى قفزات في الهواء؟ سابقا كانت منظمة التحرير في أكثر من مكان في العالم العربي المحيط بفلسطين، قفزات هنا وهناك، ثم ذهبت إلى أوسلو عندما ضغطت وحوصرت هكذا تقول. واليوم المقاومة الفلسطينية هي مقاومة إسلامية، يعني تمثل أمة الإسلام وليست أمة العرب فقط أيضا في المقدمة. فالسؤال دكتور، لماذا لا يكون هناك ارتقاء في مستوى العمل بشكل منظم وهناك أحزاب وجماعات كبيرة في العالم العربي والإسلامي؟ الحقيقة أنا كنت حاب إذا بتسمح لي في دقيقتين بس نعمل إضافة على دور الأمة حقيقة في هذه المعركة. دور الأمة في هذه المعركة أن تكون مشتبكة، أن تكون جزءا من هذه المعركة. ويمكننا أن نعدد ثماني وسائل يمكن للأمة بشكل عام أن تكون مشتبكة فيها وجزءا من هذه المعركة، ثم نخصص لفئة خاصة من الأمة يعني وسيلة تاسعة. نقول هذه الوسائل الثمانية التي يمكن الأمة أن تقوم فيها بواجبها وأن تكون جزءا من هذه المعركة، وهذا هو المطلوب في نهاية كل حديثنا عن طوفان الأقصى وعن الأمة، أين الأمة من هذا الطوفان؟ الوسيلة الأولى ينبغي أن نعرف ونعرف أن نبحث عن المعلومة الصحيحة. العدو الصهيوني يشغل آلاف الذباب الإلكتروني وينشر آلاف الشائعات في كل يوم، ينبغي أن نأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح ثم أن ننشرها ونكون نحن إعلام إخواننا في المقاومة. ثلاثة، هذه المعركة بشهورها الثمانية كانت وما زالت فرصة عظيمة جدا للتربية، لتربية أبنائنا ولتربية الجيل، للخطباء، للمعلمين، للدعاة، للأئمة، للعلماء كذلك، أن يربوا الأمة على الجهاد وعلى حب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك. أربعة، الدعاء وهو جزء من المعركة وليس كل المعركة. الذي يقول أنه يناصر طوفان الأقصى وحتى اليوم ليس لديه ورد دعاء يومي يدعو فيه لإخوانه بالثبات والنصر ويدعو بالحفظ للقادة وللمجاهدين وبالرزق لأهلنا المحاصرين، هذا ليس صادق في متابعته ولا في كونه مع الطوفان. خمسة، أن نحدث أنفسنا بالجهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميت جاهلية، الأمر خطير جدا. ستة، أن نجاهد بأموالنا. الذي يزعم أنه لا يستطيع أن يذهب أو تحول هذه الأنظمة الظالمة بينه وبين أن يشارك بيده في القتال، على الأقل أن يجاهد بماله، والمال يصل سواء إلى أهلنا النازحين أو إلى أهلنا في الأنفاق حتى المقاتلين والمجاهدين، المال يصل. سبعة، المقاطعة وهي الجزء السلبي من الجهاد بالمال. الجهاد بالمال جزئين، الإيجابي أن أرسل مالي للمجاهدين، أن أرسل مالي للحاضنة الشعبية النازحين لتثبيتهم، والجزء السلبي أني أنا أمنع مالي أن يوصل لهذا العدو. ثمانية، أن نفضح المطبعين والمطبلين، هؤلاء الذين يفرحون بنصر الأعداء على المسلمين، هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله بشكل عام يستوي فيه الرجال والنساء، يمكننا أن نكون مشتبكين من خلال هذه النقاط الثمانية. ولكن بشكل خاص، هذا الذي يقتلنا اليوم في قطاع غزة، اليهودي ولا المرتزقة اللي جاي من فرنسا ولا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من البيرو، هذا غدا سيكون سائح في أبو ظبي ولا في دبي ولا في بلادنا العربية كلها. هذا الأصل أنه حلال الدم أينما كان، وأنا أقولها وأجري على الله، كل من يعرف أن هذا جندي خدم في دولة الاحتلال وقتل من أبنائنا فهو حلال الدم، له أن يقتله أينما وجده في أي بلد من بلاد المسلمين. فهذا عدو صائل، حكمه في الشرع أنه حلال الدم وهو مباح الدم، أينما وجد يتم قتله. هذه الفئة الأخرى التي ينبغي للعلماء أن يتصدروا الفتوى لها بكل قوة وبكل حزم، لأن هؤلاء غدا سيتجولون في بلداننا العربية، هؤلاء الذين قتلوا أبنائنا ونزلوا مقاطع وهم يفجرون المربعات السكنية هدية لزوجته ولا لصديقته، أو الذي قتل الأطفال حين أوقف الأكسجين عنهم في كمال عدوان
هذا الذي قتل 21 طفل بكبسة زر وهو يفتخر بذلك، أو الذي يقول أنه مسكين لم يقتل إلا 5 أطفال فقط ويصرحون بهذا، أيمكن أن يتجول في بلاد المسلمين وهو آمن؟ أنا أفتي لكل من يستطيع أن يجد من أمثال هؤلاء أن يقتله وهو إن شاء الله إن شاء الله بجوار حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء إن شاء الله. الله يكرمكم ويجزيكم الخير. نعم طيب ابقى معنا دكتور. دكتور محمد، نحن في نهاية هذه الحلقة نحاول أن نخرج بخلاصة أن هذه الفعاليات التي تفضلت بالحديث عنها والأنشطة هي نوعية ممتازة، لكن إذا جاز لنا، وهذا طبعا متاح كما تفضلت في البداية، يعني إذا قررنا ما يحصل في العالم العربي بما يحصل في أمريكا والغرب مثلا من ناحية الأنشطة والفعاليات، ويمكننا أيضا أن نقارن بين موقف الأمة من مختلف قطاعاتها وأنظمتها حتى وحكوماتها وحكامها وبين موقف الغرب وأمريكا من إسرائيل، ونحن نعرف أن هناك بنوك مفتوحة من أجل إسرائيل، دعم مطلق بالمليارات ودعم عسكري مفتوح، ولا زلنا نتذكر حتى اللحظة ولا يمكن أن ننسى أو ينسى أبناؤنا كيف جاء الحكام زعماء العالم الكبار من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والرئيس الأمريكي في اليوم الأول والثاني والثالث جاءوا إلى إسرائيل داعمين لها نفسيا ومعنويا وعسكريا وماليا. لماذا في المقابل ليس لدينا في الأمة العربية والإسلامية هذا النموذج؟ نعم، وهذه هي المقاربة والمقارنة اللا عادلة واللا منطقية من أنظمتنا العربية والإسلامية. عندما نرى أن أمريكا راعت الشر والغرب بدوله الأوروبية وغيرها تدعم بالحديد والنار، تدعم بالمليارات، نعم، تدعم بشكل فاضح وصريح في الجانب العسكري لهذا العدو، ومع الأسف بعض أنظمتنا العربية والإسلامية بالكاد تستطيع وبعضها لا يستطيع أن يوصل المساعدات الإنسانية، فنحن لابد أن نضع هؤلاء أمام مسؤولياتهم. أين الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، أين حق التعاون والأخوة؟ أين حق، لا أقول فقط أخوة الإسلام بل أخوة العروبة؟ أيعقل أن يكون كفار قريش خير من أولئكم المسلمون وحكامنا في هذا العصر؟ كفار قريش انتفضوا لهذا الحصار بعد أقل من 3 سنوات ورفضوه وتضامنوا مع المسلمين مع اختلاف الدين ومع عدائهم الديني، لكنها نخوة العرب. فهذا الذي نخاطب فيه عربنا بكل نخاطب فيه عربنا بكل أنظمتهم وحكامهم ومسؤوليهم وزرائهم وكذلك الجهات التي هي أدنى من ذلك لكن لها مسؤوليات إغاثية ومؤسساتية وتضامنية ولها شركات اقتصادية وتستطيع أن تضغط في أكثر من جانب. وهنا لابد أن يكون لنا من وقفة، لأن من ضمن ما تدعو إليه هذه الحملة حملة لن نترك غزة وحدها ليس فقط التضامن في المظاهرات والمسيرات وفي الإعلام وكذلك الدعوة إلى صيام يوم الخميس والدعاء والتضرع والتقرب لله سبحانه وتعالى من أجل أن يعني يفرج الله سبحانه وتعالى هذا الغم ويزيح هذه الغمة عن أهلنا في غزة، بل كذلك يمتد هذا إلى عملنا الدؤوب وجهدنا المتواصل في التأثير على هذه الشركات التجارية والاقتصادية، بحيث أن لا فقط نتحدث عن مقاطعة ومقاطعة محدودة ومقاطعة زمنية في وقت قصير، وإنما نتحدث عن عداء لهذه الشركات وعن تسويد لصفحة هذه الشركات في السجلات العالمية، هذه الشركات التي تدعو للاستيطان، الشركات التي تدعم العدو والتي توفر الأمن والسلاح والغذاء لهذا العدو الذي يقتل الأطفال في المستشفيات والذي يهدم البيوت على المدنيين الآمنين في هذه المساكن. فهذا كله يجب أن يتضافر، وهذه دعوتنا في هذه الحملة أن تتضافر كل الجهود الاقتصادية، المظاهرات الطلابية، المالية، فيما يتعلق بالمقاطعة لمنتجات ليس فقط العدو بل الشركات والدول التي تدعم هذا العدو. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وهي دون المطلوب، ولكن إذا كانت كبداية ثم بعد ذلك يبنى عليها أكثر من ذلك لتتحول كل العواصم العربية والإسلامية وميادينها إلى نار تحرق العدو حتى تقف هذه الحرب الشرسة عن أهلنا في غزة. كيف يمكن أن يكون ذلك دكتور محمود أخيرا في دقيقتين لو سمحت؟ الحقيقة يكون ذلك دكتور يونس بأن يسأل كل واحد منا نفسه كيف يمكنني أن أكون جزءا من هذه المعركة، كيف يمكنني أن أكون إيجابيا في هذه المعركة وألا نتردد أبدا في بذل كل ما نستطيع. فهذه المعركة قطعا إلى نهاية، والسعيد والهانئ من سجل اسمه في سجل شرف هذه المعركة أنه كان له دور
إيجابي طبعا، في إما في دعم المجاهدين في جهادهم أو دعم النازحين في ثباتهم وصمودهم، فإن تثبيت النازحين وخلينا أقول تيسير أمر نزوحهم الآن لا يقل عن أمر تثبيت المجاهدين، لأن العدو الصهيوني أعلن أن من أهدافه الاستراتيجية إفراغ قطاع غزة وتهجير أهل قطاع غزة إلى صحراء سيناء. هذا يجعل أن تثبيتنا لأهلنا وتواصلنا معهم والعمل ليس بالقليل بل بغاية الوسع لتثبيتهم وتوفير النزوح، خليني أقول الكريم لهم، حتى شهدائنا. اليوم أنا كنت بقرأ عن مشروع رائع بدأت وهيئة علماء فلسطين، وهو إكرام الشهداء الذين تم دفنهم هنا وهنا في الحدائق وحتى في الأرصفة وفي المستشفيات وغيره، أن يتم إخراجهم ودفنهم في مقابر المسلمين العامة. هذا مشروع مهم كذلك. أيضا موضوع توفير اللقمة الهانئة أو العلاج لمن استطاع أن يوفر ذلك. ودعني أنا أوجه تحية حقيقة لأطباء الكويت وأطباء الأردن اللي شاركوا في تشغيل كثير من المستشفيات في قطاع غزة، وأتمنى أن يوصل صوتنا إلى كل من يستطيع أن يرسل فريقا إما طبيا لتشغيل المستشفيات أو أدوات لتشغيل المستشفيات أو مواد إنسانية وإغاثية للنازحين لتثبيت الحاضنة الشعبية التي صمدت صمودا لا يقل أبدا أهمية ولا يقل أبدا في درجة الصمود عن صمود المقاتلين المجاهدين الذين أذاقوا العدو ويلات هذه المعركة ورفعوا راية طلب الحرية وطلب التحرير. وكذلك الجهاد طبعا في سبيل الله، أسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يكتب لنا جميعا مثل أجورهم، وأن يثبت الله أهلنا إن شاء الله. النازحين لأنهم والله أعواد في عيون حكومة الاحتلال وداعمي حكومة الاحتلال. أشكرك جزيلا دكتور محمود الشجراوي الخبير في الشأن المقدسي والفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب. شكرا دكتور محمد العزامي، أيضا باحث فلسطيني، كنت معنا في الأستوديو. الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.